نحن نتمنى السلامة للجميع، فكما تقوم دولة الإمارات باتخاذ خطوات جادة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، تسعى خليج تايمز للحفاظ على سلامة وصحة متابعيها المساهمين والعاملين فيها كأولوية مطلقة. ونحن في خليج تايمز نتبع أعلى معايير النظافة والجودة. لقد طبقت الشركة إجراءات نظافة وتعقيم صارمة في كافة أنحاء المؤسسة لتصل إلى كافة عناصر الإنتاج والطباعة والتسليم. لقد قررت الشركة منع تسجيل الحضور بالبصمات، تعقيم أماكن العمل، وحتى تمكين الأمهات من العمل في المنزل حفاظاً على سلامتهن. تطبق أيضاً جريدة خليج تايمز بروتوكولات نظافة عالية الجودة على مدار الساعة، تبدأ من غرفة الأخبار وتنتهي أمام منازلكم بتوصيل الجريدة وفقاً لمعايير نظافة عالمية. إن الجريدة التي تصلكم كل صباح تمر على كافة إجراءات الأمان والتعقيم لتصل لكم الأخبار فقط دون أي أمراض أو جراثيم. تشمل هذه الإجراءات نظافة المكاتب وأماكن العمل، مسح وتنظيف الأرضيات، أماكن الإنتاج. تشمل أيضاً الفحص الحراري اليومي لجميع المتواجدين في المكاتب وأماكن العمل، فضلاً عن وضع معقمات للأيدي في كافة الأماكن حول الشركة. كما تم وضع ملصقات توعوية على جدران الشركة لرفع وعي جميع العاملين. إن انتشار مرض كوفيد-19 ووصوله لأكثر من 150 دولة لن يتوقف إلا من خلال تطبيق أعلى معايير النظافة، والتي قامت بتطبيقها جريدة خليج تايمز للحفاظ على سلامتكم وسلامة العاملين لديها.